نعود إلى مدينة الناصرية ومن هناك الناشط في التظاهرات محمد الخياط عبر الهاتف. أستاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بك أستاذ محمد. عودة التظاهرات وخروج المتظاهرين في عدد من المحافظات هذا اليوم، هل هي عودة لتظاهرات ثورة تشرين أم ماذا بالتحديد؟ أخي العزيز، الحقيقة التظاهرات هي لم تنقطع، خاصة هنا في الناصرية وفي ساحة الحبوبي. نعم. التظاهرات شبه يومية، يعني مستمرة هنا في الناصرية يوميا، إن لم نقل يعني شبه يومي، يعني أمام النفط وأمام البلدية وفي كل مكان يعني. لذلك تقطع الجسور وتقاطعات الموجودة، التقاطعات الرئيسية هنا في الناصرية، البول الإدارة المحلية وغيرها وغيرها. يعني الحد أمس ويوم أمس واليوم كانت الذروة، يعني اليوم المناسبة هي مناسبة يوم 25، وأيضا هناك بعد يومين هي المجزرة التي حدثت في الناصرية التي دفعنا بها العشرات من الشهداء. يعني الناصرية تعرفون جيدا ويعرفون أيضا يعني يعلمون جيدا أيضا مشاهديكم الكرام بأن الناصرية نزفت دماء غزيرة. لذلك اليوم التظاهرات التي خرجت في الناصرية كانت من الساعات الصباح الأولى، منذ الساعة 9 صباحا كانت تظاهرات الناصرية، عقد الذي جرى مع احترامنا وتقديرنا لكل اخواننا في ساحات التظاهر الاخرى. اليوم في الناصرية بدأت التظاهرات الساعة 9 صباحا ولم تنقطع لغاية يعني لغاية الساعة 9 مساء. نعم. وهناك ايضا تحشيد التظاهرات بعد غد. هناك تظاهرات ايضا لدينا ذكرى مؤلمة وأليمة، ويوم 27 من الشهر التي قدمنا فيها العشرات من الشهداء. لذلك الناصرية حقيقة لم تهدأ طيلة هذه الفترة، لكن اليوم هي ذكرى عزيزة على قلوبنا، وعدنا وعادوا معنا شباب الناصرية كما هو الحال في المحافظات الأخرى بقوة. التظاهرات لم تنتهي ولم تتوقف، طالما هذه السلطات من البعض يدعي بأننا خرجنا من أجل التظاهرات تنتهي أو انتهت بحكم المطالب اليومية أو المرحلية. نحن نقول لهم لا، تظاهراتنا مستمرة، والهدف الأساسي هو إسقاط هذه المنظومة السياسية البائسة بالكامل، وليس لدى مطالب شخصية أو مطالب حزبية أو نريد أن نشارك في الانتخابات. وحتى الذين شاركوا في الانتخابات وقاموا بإنشاء بعض الكيانات والأحزاب الفاسدة، حقيقة هؤلاء لا يمثلون كل التشيين ولا يمثلون كل المتظاهرين، وإنما هم انشقوا عن ساحة التظاهر، ونحن مستمرون في ساحات التظاهر، وخاصة اليوم كان هناك تظاهر متميز في ساحة الحبوب. نعم. أستاذ محمد، ما المطالب التي رفعت في تظاهرات الناصرية؟ هل تختلف في عهد محمد الشاع السوداني هذه الشعارات وهذه المطالب؟ أستاذ العزيز، الحقيقة نحن لم نتظاهر اليوم. أنا شخصيا ومن معي من مؤسسي الحركة الاحتجاجية في عام 2011، وكان في ذلك الوقت كما تعرفون جيدا كان في زمن نور المالكي في ولايته الأولى وولايته الثانية، ومن ثم حيدر العبادي، ومن بعد عادل عبد المهدي، والآن الكاظمي، وبعد الكاظمي في الأيام المقبلة هو محمد الشاع السوداني. تظاهراتنا لا علاقة لنا بأن يحكم، ولا علاقة لنا بذهاب الكاظمي ومجيء السوداني، أو ذهاب عبد المهدي ومجيء الكاظمي. تظاهراتنا هي ضد منظومة سياسية فاشلة أثبتت فشلها عفوا من عام 2003 لحد الآن. لا ننظر لمن يحكم كيف يحكم، ومن هو يحكم، من هو الوزير، ومن هو الذي يتبرع هذا المركز، لا علاقة لنا، حتى لا نهتم حقيقة. يعني احنا هنا في الناصرية وتحديدا في ساحة الحبوبي حقيقة لا نهتم ولا نريد أن نسمع، أو حتى لا نسمع إلى بعض الإخوان الذين يقولون بأن الشخص الفلاني سوف يستلم الوزارة الفلانية وسوف نقدم بالخدمات. لا تعنينا هذه الأمور، لا تعنينا هذه الجزئيات البسيطة، لكوننا خرجنا ضد منظومة سياسية أثبتت فشلها طيلة هذه السنوات. ولذلك أنا أقول وأتحدث بصراحة، يعني وأتمنى على كل مشاهديكم الكرام أن يسمعوا هذا النداء من ساحة الحبوب ومن الناصرية تحديدا بشكل واضح وسريع. لا يعنينا من يستلم الحكم أستاذ محمد، ولكن بعد ثلاث سنوات من القمع والاغتيالات التي طالت الناشطين والمتظاهرين في ثورة تشرين، تعتقد أنه تحقق لشركاء العملية السياسية والأحزاب الطائفية ما أرادت من أنها
قد أسكتت صوت العراقيين، تعتقد ذلك؟ لا أبدا. الدليل على هذا بأن ساحات الاحتجاج لم تنتهي، والدليل على هذا على تعاقب هذه الحكومات وليس 3 سنوات. يعني إذا كانت تشرين بدأت منذ 3 سنوات، نحن بدينا منذ 25/7/2011 وتعرفنا للقمع في مطار المثنى السيد وفي سجون البلدة وفي سجون الساهرة هناك المعصرية وفي سجون الاستخبارات وسجون عديدة لم تثنيها ولن نهتم لكل هذا الذي يجي، بل ننظر اليوم إلى أننا نريد أن يعني نستعد أو نستعيد وطننا من هذه التغوص السياسية الفاسدة. لذلك التظاهرات هي لن تبدأ يعني الحقيقة في تشرين في عام 2019، لأن هي بدأت منذ عام 2011 ولا زالت مستمرة. وطيلة هذه الفترة احنا هيئنا، كنا عندما نتظاهر بأعداد هذا الجهاز حتى 20 نفر أو 30 نفر، واليوم التظاهرات ما شاء الله وصلت إلى عشرات الآلاف كما هو الحال في ساحة الحدود والساحات الأخرى. لذلك يا أستاذنا العزيز، نحن نقول خطنا مستمر طالما هذا الظلم مستمر، طالما هذه التغمة السياسية الفاسدة هي جاتمة على صدور العراقيين، نحن مستمرون، نحن نراهن على وطنيتنا وهم يراهنون على سلاحهم، والدافع الوطني والمعنويات التي يحاولون بعض الاحزاب وبعض الخونه من الذين خانوا صحه الشباب. حقيقه هذا اذا تسمح لي دقيقه ان اوضح هذه القضيه وهي مؤلمه بالنسبه لنا كمتظاهرين. الحقيقه الذي ادين حقا في صحه التظاهر ليست هذه الطغمه السياسيه، هؤلاء اعدائنا ونعرفهم جيدا من هذه الاحزاب، ولكن الذي يؤذينا حقا والذي يتحدث باسمنا من خلال وسائل الاعلام، وهذه يحمل يعني وسائل الاعلام تتحمل مسؤوليه عندما تقوم بتسويق بعض الشخصيات الذين يتحدثون عن كيانات سياسيه ويشاركون في العمليه السياسيه تحت مسميات تسجيل. اما هذه الكتل التيار والاطار وغيره وهذه الاسماء للتغير السوداني والكاظمي وقبله وعبد المهدي، حقيقه لا تعنينا كل هذه الاسماء، بل يعنينا نحن هدفنا ان كيف نقوم باخلاص يعني بالخلاص من هذه التهمة السياسية والعودة بوطننا إلى أحضانه الطبيعية التي فتحنا عيوننا عليها في السبعينيات وفي ثمانينات القرن الماضي وحتى في التسعينيات التي عشنا هذه الفترة. لذلك أخي العزيز نقول بأن تظاهراتنا لن تتأخر ولن تتغير بتغير المسؤولين أو رؤساء الوزراء أو حتى بعض المحافظين كما يدعي البعض من خلال وسائل الإعلام التي تروج لهذه الجهة أو تلك من الذين يتصارعون على مناصب السلطة. نعم، من الناصرية الناشط في التظاهرات محمد الخياط، شكرا جزيلا لكم.